حابين تعملوا قرشين زيادة بوقت الفراغ من اختبار المواقع والتطبيقات؟ تعالوا معي ورشيكم كيف. مرحبا فيكم بحلقة جديدة من ديالة، معاكم غيس، وكالعادة ما بلش الحلقة لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه حتى دايما يصلكم كل شيء جديد ومفيد في عالم الانترنت والتصوير الالكتروني. وحلقة اليوم قرشين حلال. موقع اليوم اسمه تستر وورك، اللينك تبعه رح يكون موجود كالعادة في الديسكريبشن. مبدأ الموقع بكل بساطة، بتعمل ساين اب، بتخلص الاختبار اللي بيبعتوه لك اياه، بتنتقل لمرحلة اختبار الويب سايت والابس، بعدها بيدفعوا لك على كل اختبار انت بتعمله على الويب سايت او الاب. فبنضغط على become a tester، بنسجل معلوماتنا، بيبعتوا لك ايميل الconfirmation، بعدها بتدخل تعمل sign in على الموقع وبتحط الديتيلز تبعك. حسب اللوكيشن تبعك بتختار طريقة الدفع لحسابك، ممكن يكون PayPal او Upwork. طبعا هالشيء هذا بيعتمد على الخدمة المتوفرة في البلد اللي انت فيها. في 5 تفضيلات ممكن واحد يختار منها، على الأقل وحدة انه والله واحد يختبر فيها المواقع، بتتضمن سهولة استخدام الموقع، مدة التحميل، فعالية الموقع والأمان. تحددوا اللغة الأم لأنه هالشيء هذا بيساعدكم على اختبارات حتى مواقع ممكن تكون في اللغة العربية. شو الأجهزة اللي حابين تستخدموها بعملية الاختبار؟ ممكن تكون الديسكتوب أو اللي هو جهاز الكمبيوتر، ممكن التليفون أو حتى التابلت، ممكن تضيفوهم كلياتهم إذا بدكم. بعد ما تخلصوا تسجيل معلوماتكم الشخصية، في عندكم هون المعلومات اللي حيسألوكم عنها في الاختبار، اللي هي بس اختبار معلوماتكم بشكل عام عن الاختبار المواقع. بعد ما بتخلصوا الاختبار، الموقع هو بيبعتلكم تقريبا بشكل يومي إذا في أي مواقع أو حتى applications لحتى تقوموا بعملية الاختبار. وهذا فيديو عن آراء بعض مستخدمين التستر وورك. My name is Ahmed Ahmed Mufar from Egypt. My name is Bianca and I'm one of the tester work testers. I'm Ahmed Mohammed, testing engineer from Egypt. I'm Mithahyo. I'm from Indonesia. وأحمد من مصر هون عم يشرح ببساطة طريقة عمل الموقع. Find the spirit of catching the bugs with different severities and you will get paid for every accepted bug. فالهدف من الموقع إنك تكتشف البugs اللي موجودة في المواقع. والويب باجز هي عبارة عن ملفات على شكل جيف، عادة تستخدم من قبل السبامرز حتى ياخذوا معلومات من مستخدمي الكمبيوتر ويرسلوها لطرف ثالث. التسترز المسجلين في الموقع من تقريبا كل انحاء العالم، وهون صور لفرق العمل الموجودين حول العالم. في عنا هون فريق العمل في مصر، فريق العمل في لبنان، فأوريدي في ناس من الدول العربية مشتركين في هذا الموقع وعم يشتغلوا عليه. وهذا كل شيء عن موقع اليوم، أتمنى تكونوا حبيتوا الحلقة واستفدتوا منها، ودايما لا تنسوا تعملوا شير للحلقة مع كل شخص ممكن تحسوا أنه حيستفيد من حلقة اليوم. شكرا مرة تانية لمتابعتكم، ومنشوفكم بحلقة جديدة. السلام عليكم.